الكل، وشكرا لكم على الاستماع والمشاهده. موسيقى تعمل كيف احنا نتفاعلوا معها، وايمن يقدرنا يحل الميكرو، دونك ما عادش مغنيه. يلا نمشي نتكلم وكها مع امل الجندوبي في الاحداث المنتظره. امل صباح النور من جديد. صباح النور مره اخرى، علاش ساعه صوتك حلو ما عطيت شويه بك. الا هذه يا امل، الا هذه ما جبتش فيها. في الأحداث المنتظرة لليوم، اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية أعلن عن انعقاد هيئة إدارية وطنية، هي منتظرة اليوم. اليوم قدم المحكمة الابتدائية في بن عروس وقفة احتجاجية منتظرة مساندة لأهالي الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية باش يطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين. والوقفة هذه تنظمها المكتب الجهوي لمنظمة مساواة في بن عروس مع العشرة. جلسة عامة أخرى اليوم في البرلمان مع التسعة للنظر في عدد من مشاريع القوانين واللي تتعلق أساسا بالقروض مع الألمانية للقروض والوكالة الفرنسية للتنمية. الصونات للأسف يا مرحبا مرة هذه يا مرحبا. شو للأسف؟ شو معنى؟ هي الصونات كي العادة، كي العادة والعوائد معنى فما قصان ما. والمرة هذه في صفاقس، يظل لي صفاقس الجنوبية الكل اليوم في صفاقس دائما البارح وراء ومالي ساعة كم تعليق بالتحديد في طريق منزل شاكر، حي البحري، حي الحبيب، حي النور، وطريق جابس ومنطقة سيناء، ويرجع غدوة مع نصف النهار. باه كيف كيف اليوم في مدنين فما أشغال باش تقوم بها الصونات بداية من غدوة التسعة نتاع الصباح وترجع، ومع بعد غدوة ما يرجع تدريجيا مع التسعة زادة نتاع الصباح. واحدة واحدة الأشغال تبدأ اليوم. قصان الماء وقتاش؟ قصان الماء باش يبدأ باش يبدأ غدوة التسعة في مدنين، غدوة التسعة نتاع الصباح فقط مدنين المدينة. القصار يشمل مدنين المدينة به، ويرجع يرجع نهار الخميس مع التسعة به. باش نختموا بمدينة الثقافة، نختموا بمهرجان بانوراما الفيلم القصير اللي اليوم الافتتاح نتاعو مع مطلتة بقاعة عمر الخليفي بمدينة الثقافة. وكيف كيف يتواصل الملتقى الدولي شكري بالعيد للفنون في دورته الرابعة واللي تنظمها دار الثقافة الشكري بالعيد بجبل جلودة، يتواصل حتى 13 فيبري. مهرجان كبير، مهرجان كبير تنظمه دار الثقافة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بمساندة من عائلة شكري بالعيد. مهرجان ثقافي رائع، قاعد من دورة إلى أخرى قاعد يكبر هذا المهرجان. والدورة هذه ذولي تمتد على أكثر من 7 أيام هكا ولا لا أمل؟ هي توصل حتى ل 16 فيبري، معناها بديت تقريبا عندها مده معناها من بديت. باهي السادسه صباحا و48 دقيقه هنا في تونس كما العاده نقول لكم.